خلقنا سيدي هذا الوزين هذا بزاف بالغبره ديالو وما مستافدين منه حتى شي حاجه. هذا هو الواقع. الترونسبور حتى الترونسبور ديالنا ما درنا لا ترونسبور لا والو لا الدراري الصغار لا حتى شي حاجه. الغبره ديالو هل كان واصلا الحوايج ديالنا واصلا الماعن فين تناكلو هكاك ما مستافدين منه حتى شي حاجه. هذا هو الواقع. والخط شنو هي المطالب ديالكم باش كطلبوا؟ المطالب ديالنا تنطلبوا شنو تشوف احنا ما مستافدينش منه كاع حتى شي حاجه ما مستافدين منه. وحنا غير عطاشه مثلا تخدموا هنا في الباب ديال السيماء او منعين الكاميونات باش ما يهزوناش نمشيو ناكلوا معاهم طرد الخبز. وحنا ما تيخلصوناش هما ما تيخلص ماشي الوزير اللي تيخلصنا ولا تخدموا مع مالي الكاميونات ديال الترونسبور ولكن حابسين علينا باش ما نركبوش معاهم كاع. وحنا ولاد البلاد ما مستافدينش من هذا الشيء هذا. الساكنه ديال عين البيضاء. الساكنه ديال عين البيضاء وديال النصر بجوج بهم. ماشي غير ديال عين البيضاء ولاد حتى النصر راه مضرورين اكثر من هادو مهلوكين بالغبره وحتى حنا مهلوكين بالغبره ديالو. هذا هو الواقع اللي كاين. شنو هو الحل؟ خص الجماعه اللي خصها تهضر على هذا الشيء هذا على الناس اللي هذا الجماعه ديال عين الشقف. الجماعه راه تتوصل لها النصيب ديالها من هذا الوزين هذا هو تتوصل لها النصيب صحيح ولكن فين هي حتى شي حاجه ما بين. الو حنا سيدي مضرورين من هذا الوزين من ناحيه الغبره ومن ناحيه اي حاجه حتى كاميونات ما تيبغيش يخليهم يهزونا من باب الوزين. البيشان تنباشيهم ترزقوا بهم من الله داروا الخدمه تيباشيو لهم من الداخل. هاد الناس ما معرفين بغاو يوصلونا لهاد التالي ديال هاد الدنيا واش يقتلونا خير. حارمنا من طرد الخبز بزاف خدمه ما تنخدموش كاميونات ما تيبغيوش يديونا منا مانعينهم. البشر ما تيخليوناش نباشيو برا. هاد الناس لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.